إذا مرحبا، حول قرار قطع العلاقة مع النظام الملكي الحاكم في المغرب والذي اتخذته الدولة الجزائرية يوم 24 غش 2021. من وجهة نظري، رغم أنه جاء متأخرا، إلا أنني أعتبره قرارا تاريخيا صائبا ناضجا، إذ بموجبه ستوضع النقط على الحروف، وسيعرف المغارب ومعهم شعوب المنطقة من هو العدو الحقيقي في استقرارها وتنميتها. إذا أنا لا أريد العودة إلى الوراء، لأن تاريخ النظام الملكي القائم في المغرب بطريقة لا شرعية لا عدلية ولا ديمقراطية هو تاريخ ملطخ بالزور والغدر والخيانة ووساخة الضمير، ليس في حق الشعب المغربي فحسب، بل حتى في حق الشعب الجزائري كبلد وكشعب وكأمة. وما لاحظته مؤخرا أن النظام في شخص الملك المراهق الكارثة القائم على رأس كل المسؤوليات، من خلال خطاباته الأخيرة ظهر للعالم أنه غير مؤهل، غير مؤهل لتسيير بلد، تنقصه الخبرة، يعني هذا الملك تنقصه الخبرة، الوضوح، المصداقية، الجرأة والمروءة، بل حتى تركيبته العقلية يعني هي مغشوشة، ضعيفة ومليئة بالدغل، حيث أنه صار يستعمل العديد من الطرق التحريضية من أجل زرع فتنة التفرقة ونشر الدسائس والقتال بين مكونات الشعب الجزائري، يعني مشجعا أجلافه وبياضقته ومرتزقته على الترويج إعلاميا وأمميا بكل ما يملكون من المكر والتدليس والتزوير في حق الجزائر، بل أكثر من ذلك زاد في تطاوله عليها وتدخل في شؤونها الداخلية، حيث بلا حياء ولا خجل، ومن كثر الكراهية والحقد الذي يكون للجزائر على علنا وجهارا، يعني أعلن عن دعمه للإرهاب ولتقرير مصير ما يسمى بالقبيل، وصار طرفا في جريمة المحرقة التي عرفتها بعض المناطق والتي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء. ولم يكتفي بهذا فحسب، بل استقدم بعض الإسرائيليين وصار يناور بهم على الحدود من أجل إشعال فتيل الفتنة والتي سيرى العالم أنه في القريب هو من سيحترق بنارها. وهنا أتساءل، ما الفائدة التي ستجنيها إسرائيل من خلال دعمها ووقوفها بجانب نظام ملكي صار جرثومة خبيثة داخل المنظومة الكونية، يكن العداء لشعوب المنطقة ويهدد استقرارها؟ بالمختصر الشديد، فالقرار الذي اتخذته الدولة الجزائرية أظهر للعالم أن من يحكم الجزائر هم نخبة لهم احترافية كبيرة في كيفية التسيير والتدبير بطريقة معقلنة خالية من التهور والاندفاعية، وبالتالي لا مجال للمقارنة بين بلد خرج شعبه من رماد جثث مليوني شهيد، وبين بلد ما زال الملك المستبد ينظر إلى ساكنته على أنهم قطيع وعبيد. فالشكر للدولة الجزائرية على هذا القرار الذي سيفرز الذباب من النحل، وشكرا على جرأتها ومساندتها ووقوفها بجانب الشعب الصحراوي التواق إلى الحرية والاستقلال.